في هذه المحاضرة راح نبدي بالجزء الثالث من المحاضرات بارت 3، ومباشرة نبدي بالستيبر موتور. الستيبر موتور هو نوع خاص من المحركات سبيشال ماشين. تعريفه أو أهم خاصية بهذا المحرك إنه دوران الروتر ما يصير بطريقة مستمرة، مو continuous operation، وإنما حركة الروتر راح تصير على شكل steps خطوات، ومنها جتي تسمية هذا المحرك. طبعا فكرة الستيبر موتور فكرة قديمة جدا، ويعني من أول ما اكتشفوا المحركات ظهرت فكرة الستيبر موتور، لكن سابقا ما كان مستخدم. لكن عند انتشار الحاسبات والمكائن المبرمجة والمايكرو كنترولر والبي ال سي، بدأ الانتشار استعمال الستيبر موتور. ليش؟ لأن مبدأ عمل الستيبر موتور يعتمد على سيجنالز، تجي إشارات هي اللي تحرك هذا المحرك تخليه يدور. هذا المبدأ متوافق مع عمل الحاسبات الكمبيوترز والبي ال سي، اللي هي أيضا تعتمد عملها على الإشارات، على اللوجيك 0 1. خلي نترك هذه الورقة الأولى وبعض التفاصيل اللي بيها، أريد أروح رأسا إلى أنواع الستيبر موتور. types of stepper motor عندي ثلاث أنواع. أول وهذا الرسم يبين لي الأنواع الثلاثة. النوع الأول اسمه variable reluctance motor، النوع الثاني permanent magnet motor، والنوع الأخير الهايبريد موتور، اللي هو فكرة هجينة بين النوع الأول والثاني. النوع الأول من الستيبر موتور هو الـ Variable Reluctance Stepper Motor. الـ Construction مات البناء مات يتكون من الـ Stator، يتكون من فد جسم أو يعني فد كور حديدي. السطح الداخلي لهذا الكور بيه مجموعة من الـ Pole، من الأقطاب. هنا بهذا الرسم اللي واضح قدامنا عندي هذا الماتور بيه 2 Pole. طبعا الستيتر للانواع الثلاثه هو نفس الكونستراكشن، ماكو اي اختلاف. الاختلاف بين الانواع الثلاثه فقط بتركيب الروتر. نرجع الى موتورنا اللي هو الفاريبل ريلكتنس ستيبر موتور. نلاحظ انه الروتر عباره عن جسم من الايرون، من ماده فيرايت ماتيريال، ماده مغناطيسيه. هذا الجسم اسطواني. السطح الخارجي لهذا الجسم بيه مجموعه من التيث، من الاسنان. يمكن هذا الرسم مو كلش شوي واضح، خلي اشوفكم في رسم ثاني يكون اكثر وضوحا. هذا هو الفاريبل ريلكتنس، هذا هو الفاريبل ريلكتنس ستيبر موتور. نلاحظ الستيتر عندي مجموعه من الاقطاب بول، يا اما يسموها بول يا اما يسموها تيث، اسنان الستيتر. طبعا على كل قطب او كل تيث ملفوف ملف، وممكن اغذي انطيه اكسايتيشن فراح يتولد حوله ماجنتيك فيلد. عمل هذا الإثارة أو تغذية هذا المحرك، يا أما كل زوج متقابل من البول أشغلهم سوا، يعني أربطهم على التوالي بحيث الإكزايتيشن مالتهم يكونون سوا، أشغلهم سوا وأطفيهم سوا. هذه الطريقة يسموها هذه طريقة التشغيل يسموها باي بولر، يعني ثنائي القطبية. أو أكو طريقة أخرى، اشغل كل بول بوحده، هذه يسموها اليوني بولر. على العموم يعني بالمحاضرات مالتي بالشرح راح نستخدم فقط طريقة الباي بولر، الإثارة المزدوجة. الستيتر اللي كان شوية ذاك الرسم واضح، هنا كلش واضح، عبارة عن جسم اسطواني ايضا من مادة ماجنتيك ماتيريال، والسطح الخارجي مثل ما قلنا بعدد من التيث، عدد من الأسنان. هذا هو الكونستراكشن مال variable reluctance motor. خلينا نروح مباشرة على هذا الكونستراكشن، هو اللي حكيت لكم اياه هنا مكتوب وراء. نريد نعرف شنو الوركينج او مبدأ عمل المحرك هذا. مبدأ عمل الستيبر موتور اقدر اشرحه من خلال هذا الرسم. نلاحظ هذا الرسم ب عدد الاقطاب بالستيتر هي 6، number of pole يساوي 6. عدد التيث بالروتر تساوي 4. الآن
راح الإثارة أو تشغيل هذه الملفات اللي موجودة بالاستيتار. قلنا كل زوج متقابل راح أشغلهم مع بعضهم، أشغلهم وأطفيهم سوا. يعني هنا هذا القطب أي داش راح ينربطون على التوالي ويشتغلون ينطفون سوا، مثل ما موجود بهاي الدائرة. هاي الدائرة عندي مصدر فولتية، هذا الملف أي داش، اثنيناتهم يتغذون عن طريق هذا السويتش. يعني أقدر أشغل هذه التو بولز عن طريق هذا السويتش. ونفس الشيء بالنسبة للبي بي داش والسي سي داش، هذه هي دائرة الكنترول للمحرك وهذا هو المحرك. هسه الآن ايش راح يصير؟ راح أشغل الأقطاب. طبعا احنا خلينا نتفق من الآن، كل قطب قطبين متقابلين راح أسميهم فيز، فهذا هو الفيز A وهذا هو الفيز B وهذا هو الفيز الثالث الفيز C. طبعا كلمة فيز هي ما لها علاقة بالثري فيز والسنجل فيز احنا اللي يعني اللي نعرفها، لا هنا يعني بس كل زوج متقابل من الأقطاب راح أسميهم فيز. المهم خلي أبدي أشغل هذا المحرك وأريد أشوف شلون راح يبدي الروتر يدور. أول شيء راح أشغل الفيز أي، هذه التو بول راح أشغلهم مع بعضهم. يعني هنا هذا السويتش أسويه أون، فراح يمر تيار هنا راح يتولد ماجنتيك فيلد، ونلاحظ البوزيشن مال الروتر راح ياخذ هذا الشكل. هاي الترقيمات اللي موجودة على التيف راح تفيدني في متابعة دوران الروتر. هذا البوزيشن راح أنطيه أو أسميه البوزيشن صفر، يعني هنا ثيتا تساوي صفر، ثيتا تساوي صفر الروتر بعده ما تحرك. خلي أنتقل للرسم الثاني، للحالة الثانية. شو راح أسوي؟ راح أطفي الإثارة عن الفيز A وأشغل الفيز B، يعني بي بي داش اثنيناتهم راح يشتغلون، وهسه الماجنتيك اكسس راح يصير بهذا الشكل. بهذا الشكل الروتر راح يحاول يلقي له احسن وضع يتاقلم مع الماجنتيك فيلد الجديد. شلون؟ هذا التيث رقم 4 راح يدور مع عقرب الساعه بزاويه معينه بحيث يصير بمواجهه البول او التيث رقم 6 مال الستيتر. طبعا نفس الشيء من الجهه الثانيه، هذا الاثنين راح يتحرك مع عقرب الساعه ويصير بمواجهه البول رقم 3. النتيجة النهائية راح تبين هنا، نشوف 4 مقابل 6، 2 مقابل 3، وبالتالي الروتر اتحرك بزاوية معينة. ايش قد قيمة هاي الزاوية؟ قيمة هاي الزاوية هي 30 درجة مثل ما واضح. يعني بالانتقال من الفيز A إلى الفيز B الروتر دار 30 درجة. خلي نكمل. أنا هسه عندي سؤال، ليش 30 درجة؟ ليش مو غير درجة؟ يعني ليش مو غير زاوية؟ بس خلي نكمل وبعدين نجاوبكم على هذا السؤال. الآن راح أطفي الإثارة عن الفيز B وأشغل الفيز C. أيضا الروتر راح يتوجه حسب الماجنتيك فيلد الجديد. نلاحظ هنا التيث رقم 3 راح يتوجه بمقابل التيث أو البول رقم 5 مثل ما صار هنا. هاي نشوف 3 صار مقابل 5 و1 مقابل 2، وبالتالي الروتر افتر 30 درجة أخرى، وبحيث صار الناتج هو مفتر. إذا ناخذ من البداية من هاي نقطة الصفر لحد الآن الروتر مفتر بزاوية مقدارها 60 درجة. خلي نطفي الفيز سي ونرجع نشغل مرة أخرى الفيز أي. ايش راح يصير؟ التيث رقم 2 راح يصير بمواجهة التيث رقم 2 مال الروتر راح يصير بمواجهة البور رقم 4 بالستيتر. طبعا هنا نفس الكلام، هذا التيث رقم 4 راح يصير بمواجهة البور رقم 1، وبالتالي راح يصير هذا هو الوضع الجديد. هو المحصلة أن الروتر افتر 30 زاوية افتر بزاوية مقدارها 30 درجة أخرى، والمحصلة النهائية يعني حصلت دوران بمقدار 90 درجة. باختصار فيز A B C A المحرك افتر بزاوية مقدارها 90 درجة. إذا أكمل ثاني الفيز A هنا هو الأكتف، أكمل B C D عفوا B C A B C A B C وهكذا، المحرك راح يبدي يدور ونلاحظ إنه دورانه باتجاه عقرب الساعة. أقدر أفر المحرك، أدور المحرك باتجاه عقرب الساعة إذا راح أشغل A C B A C B وهكذا. إذا الاتجاهين أقدر أشغلها. سألنا سؤال هنا إنه ليش المحرك الروتر دار بزاوية مقدارها 30 درجة؟ خلينا نرجع إلى الورقة الأولى من المحاضرات.
اكو جواب على هذا السؤال. احنا قلنا المحرك راح يدور على شكل ستيب انجل، على شكل ستيبات بزاوية معينة. تعريف الستيب انجل شنية؟ الستيب انجل هي الزاوية اللي راح يدور بها المحرك عند كل اشارة راح تجي، كل امر يجي الروتر راح يدور بزاوية معينة، هاي الزاوية تسمى بالستيب انجل. الرمز مالتها راح يكون بيتا، ونلاحظ هذا هو القانون لحساب قيمة الزاوية بيتا، ايش قد يدور الروتر او المحرك عند ما تجي اشارة كنترول. لو نلاحظ من القانون انه قيمة الزاوية بيتا يعتمد على الـ NS عدد التيث مال الستيتر، والـ NR عدد التيث مال الروتر. هذا قانون ثاني ايضا من خلاله اقدر احسب قيمة الزاوية بيتا او الـ Step Angle. 360 تقسيم M، M هي Number of Phases. احنا قلنا كل قطبين متقابلين راح اسميه Phase، فهذا قانون ثاني ويطلع لي نفس النتائج، يا اما استعمل هذا القانون او هذا القانون. خلي ناخذ حتى الموضوع يصير اكثر وضوحا، فد ما طور بالنمبر اوف ستيتر تيث او النمبر اوف ستيتر بول هو 8، الروتر نمبر اوف تيث مالته 6، نحسب من خلال القانون راح تطلع الزاوية 15. طيب هم اكو سؤال، ليش ما طورنا اللي شرحنا عنه قبل شوية طلع لي زاوية 30؟ اذا ناخذ الستيتر النمبر اوف تيث للستيتر هنا عندي 6، والتيث بالنسبة للروتر هي 4، خلي نطبقها على القانون اللي موجود عندي قبل شوية راح تطلع لي الزاوية بيتا تساوي 30. اختصارا لعمل الماكينة راح ارسم تروث تيبل يشرح لي كل الموضوع من خلال فقط هذا الجدول، هذا يسموه تروث تيبل لعمل الماكينة. لاحظ عندي الفيز اي بي سي، وهذه هي الزاوية اللي احصلها من خلال إثارة هذه الفيزات الثلاثة. إذا أنطي الإثارة الإكزايتيشن للفيز A حصلت الزاوية 0، هذا هو الرسم اللي هو هذا A. إذا أنطي الإكزايتيشن للفيز B راح يروح الروتر للزاوية 30، C راح يروح الروتر للزاوية 60، إذا أرجع مرة ثانية لل A راح يروح الروتر أو يفتر بزاوية مقدارها 90 درجة. وهذا اختصار للحالات الأربعة اللي مرينا عليها قبل قليل. طبعا احنا افتراضا رسمنا هذه هي الكنترول سيركت، بالتاكيد بالحاله حاله الستيبر موتور انا ما عندي سويتشات مثل هاي السويتش الميكانيكي وكانما هذا الجلوب اللي اشغله واطفيه انا ببيتي، لا اكيد هاي السويتشز احصل على السويتشز هي عباره عن الكترونيك سيركت، عباره عن ترانزستور. هذا الترانزستور تجي اشاره اون واوف من خلال فت كنترولر معين اللي هو مثلا مايكرو كنترولر او اي كنترولر اخر بي ال سي الى اخره. فهاي الدائره مثل ما قلنا راح استعيض عن هذه السويتشات بدائره الكترونيه هي اللي تتحكم لي باثاره او الاكزايتيشن لهذه الملفات او الفيزات. طبعا عمل المحرك ما يستمر بشكل دوران طبيعي الا اذا اكو فد سيكونس متفقين عليه، مثل هنا مشينا المحرك لما انطيناه الاكزايتيشن اي بي سي بعدين ارجع اي بي سي اي بي سي وهكذا. اي خربطه تصير بهذا السيكونس المحرك راح يفقد الدوران مالته، لان هو مصمم على انه يعمل وفق فد سيكونس للعمل. فخلنا نشوف السيكونس هسه اللي حكينا عنه. هذا الشرح هسه كله شرحناه والسيكونس موجود على العموم، حتى اذا ما موجود هنا للانواع الاخرى موجود السيكونس، عرفناه اي بي سي اي بي سي اي بي سي الى اخره. هذا هو النوع الاول او الطريقه الاولى لتشغيل المحرك، تسمى بالسنجل فيز اون مود، يعني بكل لحظه زمنيه اكو واحد من الفيزات فقط هو اللي اون والباقي الفيزات تكون اوف. اكو طريقه ثانيه لتشغيل هذا المحرك، الستيبر موتور او الباريبل ريلكتنس.